يعني انا ممكن ازود كميه المايه اللي بتنزل او اقللها، كل الحاجات دي ممكن اعملها. فاحنا عندنا الشكل اللي قدامنا ده الشكل اللي قدامنا ده احنا مش بنلاقيه كده، يعني هو ما اتعملش كده مره واحده. احنا بنجيب البايبس او التيوبس او المواسير وهي ما بتبقاش مدهونه بالشكل اللون الاسود ده، بنجيبها من مكان، التيوبس دي بنجيبها من مكان، والقلبو اللي هو الكوع ده بنقول عليه قلبو او كوع بنجيبه من مكان تاني، وحاجه هنا اسمها تي بنجيبه من مكان تالت. ففي الاخر كل ده بيتجمع داخل المصنع بتاعنا، وده كده فالف او صمام بنجيبه من مكان، كل ده بيتجمع داخل الموقع. اطول تيوب او ماسوره عندنا بتيجي بيبقى طولها 6 متر، ساعات بنلاقي خط مواسير لا تتخيل ان احنا عندنا حاجه اسمها بايب لاين. مش ذنبك، اتفضل بره. مش عاجبك؟ عندنا حاجه اسمها بايب لاين من صامت، شركة صامت اللي تسمع عنها، خط مواسير جاي من السويس لحد سيدي كرير، خط مواسير كامل. طيب هو عامل خط كام كيلو يعني، او اكتر من 100 كيلو 200 كيلو 300 كيلو هيعمله عبارة عن تيوب واحدة؟ لا، مجموعة مواسير طول الواحدة فيها بتساوي مثلا 6 متر بكتير، بيعمل بيوصل المواسير دي مع بعض. فده اللي احنا بنقول عليه بايب فيتنج، تثبيت او تجميع او توصيل المواسير مع بعضها. ده الموضوع بتاع المحاضرة النهاردة. طيب لو جيت قلت لك انا عندي بايب كده، لو انتوا شايفين ده كويس، البايب دي والبايب دي، عايز اكونكت ما بينهم، ده جاي من مكان وده جاي من مكان، اوصل ما بينهم ازاي؟ بنستخدم حاجه اسمها البو، البو 90 درجه، يوصل ما بين اي ماسورتين مع بعض بينهم زاويه 90. طيب لو انا عندي بايب، يعني البايب دي واحد ودي اثنين ودي ثلاثه، عايز اوصل ما بينهم، بنعمل او مركب حاجه اسمها تي. طيب انا لو حصل مشكله في اللاين ده وعايز افصله، اعمل له ايزوليشن، يعني ايه؟ في صيانه في الماسوره دي لوحدها. ساعات بيبقى عندي كذا لاين متوصلين ببعض، حصل مشكله في خط معين، جزء معين، في مشكله، هل اوقف كل المصنع ولا انا اعمل ايه؟ بجيب حاجه زي الحنفيه بتعمل نفس الوظيفه، ان هي تكنترول الفلو، يعني تقفل وتفتح، تمام، وتشغل. كل ده بنسميها احنا بنقول عليه فالف، اللي هي الحنفيه بتاعت البيت، تمام. طبعا في انواع كتير جدا، لان على حسب التطبيق اللي عندي بستخدم الفالف اللي عندي. فدي كده البايب ايه فيتنج، يعني دي برضو اشكال تانية اهوت. دي كده بنقول عليه البو 90، بيوصل بين البايب دي والبايب دي، ده بنقول عليه تي، اللي هو ده تي، حرف التي بالظبط، بيبقى فيها ثلاثه كونكشن او ثلاث فتحات بتوصل ما بين ايه، البايب دي واحد، البايب دي اثنين، البايب دي ايه ثلاثه. انما لو كان انا عايز اوصل ده بده كده مفيش التالت بتاعهم، كنت عامل ده بايه؟ قلبه بس يعني. فدي كده يعني مثلا الاشكال اللي عندنا، ده بولت احنا عارفينه، ده فالف، وهندخل دلوقتي في الانواع بتاعت الفالفز كلها بالتفصيل. ده اسمه قلبه 90، ده اسمه تي، الشكل بتاعه حرف التي. دي فلانج، ده حاجه اسمها اكسبانشن جوينت، بنعملها ليه؟ اكسبانشن جوينت دي لو انا عندي لاين مثلا حديد عز وفي ماسوره او بايب جنب الفرن، الصبح بدا يشغله درجه حراره 20، درجه حراره الغرفه العاديه، وصل ل 100 درجه 200 درجه 300 درجه، ايه اللي متوقع للبايب اللي جنب الفرن دي؟ يحصل لها هتتمدد، تمام. فهي لو مربوطه كويس مفيش اي سماحيه ان طولها يزيد، يعني انا عامل لها مثبتها يمين وشمال هيتكسر، تمام. فاحنا بنعمل حاجه اسمها اكسبانشن جوينت، يعني بنسميها كده جوينت بتاع التمديد، بحيث دي حاجه زي ماريناي، تمام. الطول بتاعها بسهوله، يعني تخيل ان هي رابر مثلا، الطول بتاعها ممكن يزيد او ايه او ايه، بتاخد وتدي. فاي خط كده مثلا متوقع ان هو يمشي في حاجه سخنه، فبنعمل فيه حاجه اسمها اكسبانشن جوينت عشان تسمح بالتمدد. انت هتاخدوا الترم الثاني في ماده ستريس حاجه اسمها ثيرمال ستريس، ممكن يكسر الجسم لو انا مش عامل حاجه زي دي. فدي من الحاجات. في حاجه ثانيه اسمها البو 45، حط دي الاشكال في الحقيقه شويه، اللي قدامنا ده اسمه ايه؟ ليه ثلاث فتحات؟ تي، ده اسمه البو، بس ده البو 90، يعني البايب والباين بينهم 90 درجه، لان في بيبقى البو ثاني بدرجه ثانيه، يعني مش لازم 90 بس،
كيف ساعات بيبقى درجات تانية موجودة عندي. ده بقى الشكل شوية. تعالى ندخل جوه التي ده من جوه عامل ازاي. ما هو عشان يربط فيه بايب مثلا لو حاجات صغيرة ومش ماشي فيها ضغوط، حاجات صغيرة زي البيت مثلا، الماسورة بتاعت البيت، بيجيب التي ده او الالبو بيبقى فيهم الاوز وبنربط. في حاجات كبيرة شوية بنوصل الكلام ده عن طريق لحام ويلدنج، تمام؟ فدي الاشكال كده في الحقيقة. ده كده البو، ده كده التي. اللي قدامنا ده حاجة اسمها ريديوسر. ايه ريديوسر ده؟ شباب يعني ايه ريديوسر؟ طيب انا عندي بايب سي مثلا الديامتر بتاعها 6 بوصة، وعلى فكرة البايبس لما بنتكلم عليها بره بيبقى بالانش، وانش الانش ده بيساوي 2.5 سنتي يعني 25 مللي. فلما يجي حتى السباك او حاجة لو جبته يركب او يعمل سباكة مش بيقول لك الماسوره دي كام سنتي ولا كذا مللي، بيقول لك ايه؟ بوصه او اثنين او ثلاثه. نفس الكلام لو جيت اشتغلت في مصنع او موقع هيقول لك اللاين ده ماشي. اللاين ده هو بس عشان الناس اللي مش هي كانت مستاذنه عندها ظرف غير الناس الثانيه اللي كانت كام طبعا. اللاين ده كام بوصه؟ فانا لو عندي عندي بايب مثلا 6 بوصه داخله على بايب ثانيه 4 بوصه. تمام؟ فالحل بنركب حاجه اسمها ايه؟ ريديوسر. الريديوسر ده بيوصل ما بين تو بايبس القطر بتاعهم مختلف. الفالفز دي انواعها كتير جدا على حسب الاستخدام اللي عندنا. في حاجه اسمها جيت فالف، سيفتي فالف، بول فالف. فهنشوف كل الحاجات دي. اللي احنا هناخده في الرسمه الاسبوع ده هناخد حاجه اسمها نون ريتيرن فالف، هناخد ده بالتفصيل. هنشوف كده فيديو يشرح لنا. طبعا انتوا دايما بيبقى مهم بالنسبه لكم الامتحان، طبعا الجزء ده بيجي في الامتحان وبيبقى عليه درجات كتير. بيجي لنا رسمه هنبقى اوريكم كده حاجه شبهها، مجموعه رموز وانت نشاور لك على الرمز تقول ده ايه، ده البو ولا تي ولا فالف. فهنوريكم مثال كده شبهه. تعالوا بس ناخد كده انواع الفالفز. طيب اول نوع يعني منتشر جدا حاجه اسمها جيت فالف. جيت فالف وعندنا جلوب فالف، تشيك فالف، بلاج، بول، بريشر ريليف او سيفتي فالف. خلينا ناخد كده اول نوع. يعني هو بس احنا مشغلين فيديو عشان نشوف انيميشن للفالف هو بيشتغل ازاي عشان نتخيل طبعا انتوا هتاخدوا الكلام ده بالتفصيل، هتاخدوه بالتفصيل في ماده فلويد بعد كده. الوظائف بتاعت الفالف بينظم، يعني ممكن ازود او اقلل الفلو اللي عندي، بكنترول، بتحكم في الدايركشن. يعني انا اقول الفلو يعني مثلا في نوع من انواع الفالفز هناخدها دلوقتي اسمه دايركشن كنترول فالف او نون ريتيرن فالف، يعني بخلي الفلو يروح لو حب يرجع ما يعرفش، يعني في اتجاه واحد بس، بقفل تماما او افتح تماما. في حاجة اسمها سيفتي فالف، هناخد الكلام ده دلوقتي بالايه؟ بالتفصيل، ولكن دي عشان عندي كذا وظيفة، يعني المقدمة اللي في الأول دي بنقولها ليه؟ عشان عندي حاجات كتير بعملها بتلاقي أكتر من نوع. ده الجيت فالف، بصوا كده ركز في الفلو ماشي كده، هو بينزل زي السكينة يعمل إيه؟ بيوقف، فهو ده أون أوف، يعني يا إما أفتح فتحة كاملة يا إما أفتح فتحة كاملة يا إما ما يفتحش. هو ليه ميزه لان هنلاقي في انواع ثانيه بتعمل نفس الكلام. الميزه بتاعته ان هو البريشر دروب قليل. يعني ايه بريشر دروب؟ هتسمعوا الكلام ده وهتاخدوه بالتفصيل بعد كده. يعني ايه بريشر دروب؟ يعني انا تخيل كده انا الفلو ده ماشي بسرعه ليه انرجي او بريشر ماشي بيه ضغط، تمام؟ فجاه جيت خانق في الماسوره دي، يعني قللت القطر او حطيت حاجه هنا، دي بتعمل لي ايه؟ بتعمل لي حاجه اسمها بريشر لوس، يعني بتقلل من البريشر. وهتاخدوا ده الكلام ده في الفلويد بعدين بالتفصيل. يعني فمن مزايا الفالف ده ان هو بيعمل لي بريشر دروب قليل جدا. عارفين ليه؟ لان السكينه دي لما يجي يفتح بقى والفلو يعدي كله
بتطلع كلها، انا مش شايف اي حاجه تانية يعني، فاهمين قصدي؟ انما لو هو سايب جزء مثلا هنا، فالجزء ده الفلويد بيجي يعدي بيضرب فيه بيعمل لي بريشر دروب نتيجه الفريكشن. فده كده اول نوع عندنا. طبعا الكلام ده ليك، الامتحان او طريقه الامتحان بتيجي ازاي ده اللي هنقول عليه دلوقتي. بيبقى ليه رمز معين الجيت فالف، فتجي لك مرسومه مش بترسمه، وانت تقول لنا ان ده بس اسمه جيت فالف. الجلوف فالف ده برضه فلو كنترول، بس هنا يعني ممكن تلاقي ان الـ يعني بيعمل ان هو ممكن الفتحه بتاعته مش اون اوف بس، لو انتوا لاحظتوا كده الفلو اهو، فممكن مثلا يقفل الفالف شويه، يعني عايز مثلا نص الفلويد بس اللي يعدي. تشيك فالف ده اللي هناخده ان شاء الله الاسبوع الجاي في السكشن، او الاسم بتاعه نون ريتيرن فالف، بيسمح بالفلويد انه يعدي في الاتجاه ده مثلا، انما لو يجي يعدي او حاول يرجع تاني نسميه باك فلو عشان يرجع للخلف مش بيرجع. بلاك فالف هنا بقى، هو القصه هنا كلها هو شبه الجيت، ولكن هنا مش سكينه حاجه بتنزل، لا عارفين الحنفيه من جوه بتبقى فيها زي سفير كده اللي هي بتقفل الفلو او بتقفل الميه نفسها، فده شبهه يعني. انا عارف ان الكلام ده بالنسبه لكم مش في دماغكم، اهم حاجه الامتحان بيجي ازاي وانا برسم الرسمه ازاي، لكن الكلام ده بعدين هتعرفوا انه مهم جدا. ده برضو بول فالف يعني شبه اللي قبله، بس تاني يعني هنا ده بيعمل ستوب او ستارت بس، وده سريع يعني الاكتنج بتاعه سريع جدا، بيقفل او الريسبونس بتاعه سريع جدا، وبيبقى باحجام صغيره زي الحنفيه بتاعت البيت كده يعني، خفيف والحجم بتاعه صغير مقارنة بالحاجات اللي قبل كده. الباتر فلاي فالف انت عارفين دي كده، شايفين اللي بلون الاسود دي، الهاند اللي فوق دي بتحرك يا اما اون يا اما اوف، يعني حاجه كده شبه الدايره كامله، مش سفير بقى يعني دايره، دي دايره، فالدايره دي بتتحرك كلوك وايز او كاونتر كلوك وايز، فتعمل اون او ايه او اوف. برضو ده خفيف الوزن و يعني سهل ان انا احطه في السيستم بتاعي البايبنج. نيدل ده بيشتغل اللي بيفصل اصلا عباره عن حاجه شبه الابره كده يعني. ده الكنترول بتاعه عالي قوي، بس بيستخدم مع الدايامتر الصغيره، يعني احنا بنوصل ساعات بنلاقي فايب مثلا 60 بوصه تمام، في حاجات بوصه واثنين، فالنيدل فالف ده بيستخدم في المواسير او التيوب الصغيره جدا. يعني ده مش محتاجينه، مش منتشر قوي يعني، دي اكتر الحاجات اللي احنا محتاجينها. البريشر ريليف فالف ده هنقسمه ان شاء الله الاسبوع اللي جاي ده اللي بعده بعد 100 قرن. بريشر فالف او بريشر ريليف فالف او سيفتي فالف، ده تعرفين طيب الخط بتاع اللي بيمشي فيه فلويد ده، يعني ممكن يمشي فيه غاز ليكويد، التيوب دي بتبقى مصممه تشيل ضغط معين سي مثلا 100 بار، طيب لو دخل فيها 120 ايه اللي ممكن يحصل؟ كسر، يعني البريشر بتاع البامب اللي طالع ده زاد لاي سبب من الاسباب، ايه اللي هيحصل في في البايب دي؟ كسر. طب انت دورك كمهندس ايه؟ يعني فكر في ايه؟ فمن ضمن برضو الفانكشنز بتاعت الفالف ان هو اسمه سيفتي فالف، امان، فهو ده مصمم حاطين فيه كده زي سوست سبرينج، سبرينج دي اخرها تشيل 100 بار، يعني لو انا اثرت عليها ب 90 بار تفضل قافله، يعني انا بحط هنا شوف عيبان هنا ولا لا، بحط حته يعني زي مثلا الجيت فالف ده ورا منه سبرينج، سبرينج ده لو انا ضغطت عليه اقل من 90 بار ما اقدرش احركه، يعني يفضل قافل. طب لو انا بدات اوصل ل 100 لو زدت عن ده يحصل مشكله، يبتدي يتغلب على الضغط او الفورس بتاعت السبرينج ده ويفضل يبدا يتحرك لفوق ويفتح، فيقلل لي اوتوماتيك الضغط داخل البايب ويحافظ عليها من الكسر. تمام، هو سيفتي فالف بريشر ريليف فالف هو هو. طيب احنا شباب في الاخر الامتحان بتاعنا هنتسال في ايه؟ ده اللي بيهمنا يعني. تمام، بيجي حاجه شبه كده، انا ببعت لكم اسئله يعني من الامتحان القديمه،
حاجه كده مثلا. شايفين الرسمه دي؟ يعني ده تقريبا مثال يعني زي اللي هتشوفه في الامتحان بالظبط. باشمهندس اخر واحد اللي هو في الصف قبل الاخير اللي حاطط ايده على ودنه. بص مش عارف انت شايف دي كده كويس ولا لا. طيب دي رقم ثلاثه ده عباره عن ايه؟ تي. طيب دي كده احنا هنشوف، هنرجع بقى للرموز تاني نوضحها اكتر يعني، بس انا بقول لك هتتسال في الجزء ده ازاي، وعلى فكره سؤال بيبقى عليه درجات كتير. تمام؟ هيجي لك لاين او يعني اكن ده بايب فيتنج او مثال يعني، وانت تحط يقول لك 1 2 3 4 تروح على رقم واحد ده تقول لي ده تي ده قلبه وتحط الاشكال اللي عندك. طيب ده اكسبانشن جوينت مثلا اربعه دي، دي كلها فالفز يعني، يعني مثلا الصفحه اللي قدامنا دي كلها، دي كلها عباره عن ايه؟ فالف. طيب يعني انا ماليش دعوه، مش هتيجي ترسم الفالف كامل، هو هيجي مرسوم قدامك وانت تعرفه ده عباره عن ايه. طب احنا هنلاقي رموز كتير وهتفهم بعضها في الفالف بالذات في كذا نوع، فركز كده معايا في الجيت فالف ده، ده الاساس اللي هنشتغل عليه. العلامه دي علامه ايه؟ عارفين انفينيتي صغيره كده. تمام؟ طيب لو الانفينيتي دي حطينا فيها دايره في النص وظللنا الدايره دي بلون اسود فبقى اسمه جلوب فالف. طيب دايره بس ما ظللناش اسمها ايه؟ بول فالف. تشيك فالف يعني ايه تشيك فالف؟ هتلاقي خط وخط وفي يعني زي كروس كده عليها سهم. ده معناه ايه؟ سهم واحد، خد بالك مش سهمين، سهم معناه ايه؟ تشيك فالف ده الاسم بتاعه الثاني نون ريتيرن فالف، ده اللي هناخده ان شاء الله في اخر المحاضره عشان ارسمه الاسبوع الجاي. يعني ده فالف بيسمح السريان في اتجاه واحد، الابلكيشن بتاعه دايركشن كنترول فالف، يعني بيقول لي الفلو اتحرك يمين ما تتحركش ايه؟ شمال. عشان كده هو جه في النص هنا في النص وحط الخط ده عامل لي سهم واحد، يعني معناه ان الفلو هيتحرك من الشمال لليمين بس، فده اسمه تشيك او نون ريتيرن فالف. بدر فلاي فالف ده هو برده الانفينيتي بس في خط مايل شويه، فتاخد بالك من هتلاقي الاساس بتاعنا اللي هي علامه بتاعت الانفينيتي نعمل كده فيها تغييرات بسيطه. داي فروم السيفتي فالف برده من الحاجات اللي هي مشهوره في انفينيتي، بس عندك علامه دي اللي هو الارك الصغير، هو في الرسمه بتبقى حاجه صغيره برده رمز كده بسيط. الكنترول فالف، فدي اشهر الحاجات اللي ممكن نتسال فيها يعني او بتيجي. فنبص كده بصه سريعه على الايه السامبلز دي مثلا الحاجات دي. طبعا هنا ايه الرسمه يعني اكبر شويه يعني، البول فالف الرسمه بتاعته في ايه اهو، الباتر فلاي ودي الرسمه بتاعته في ايه، كل واحد والرسمه بتاعته. فاحنا نحفظ او نبص على الرموز دي، فبعت لكم كذا كده مثال من امتحانات نتدرب عليها ان شاء الله. طيب دي حاجه ثانيه مثلا، دي كده فيها مشكله، ده اسمه ايه؟ قلبه 90. ده قلبه بس كام؟ 45. الاجزاء اللي في اليمين دي كلها بقى حاجات تبع الفالفز، احنا بصينا عليها تحت. ده مثلا تي. تمام؟ تي. التي بس مايل بزاويه، يعني الشكل اللي تحت ده مش عارف باين معاكم كويس ولا لا. لاترال ده يعني هو تي بس الراسي ده، يعني انا عندي تيوب يمين وتيوب شمال وتيوب راسي، بس الراسي دي مايل شويه. تمام؟ فده بنسميها لاترال. طيب من الحاجات المهمه جدا ده وده، ده اسمه كاتب تحته ايه؟ تاني. يعني ايه ريديوسر؟ يعني انا عندي بايب قطرها كبير داخله على بايب ثانيه قطرها اقل، فبنجيب حاجه زي اللي احنا شفناها من شويه دي اسمها ايه؟ ريديوسر. الرسمه بتاعته اهو، في خط وخط ثاني وبتلاقي مثلث، مثلث عادي. تحت هتلاقي نفس الرسمه بس مثلث قوام الزاويه صغير في النص، فده اسمه ايه بقى؟ اكسنتريك. يعني ايه اكسنتريك؟ يعني بتلاقي القطر الصغير في جنب والكبير في جنب تاني. فده نوع تاني من الايه؟ ريديوسرز. دي طبعا الانواع بتاعت الفالفز كلها. المهم ان احنا بنبص بص على الرموز دي كلها بنلاقي حاجه يعني موجوده. يعني مثلا ممكن ندي مثال بالمره. دي كده جوينت.
ده التشيك فالف. شايف يعني حاجة شبه دي كده مثلا، تمام؟ أو ده مثلا خط اهوت عليه عندنا لحد 13، فده واحد مثلا، ده بنقول عليه اللي هو دايرة ده وفي خط في الآخر، ده اسمه البوتيون. يعني شبه حاجة كده بنطبق بيها الخط بقفله من الآخر يعني. اتنين ده تي، تلاتة ده احنا قلنا اللي هو الانفينيتي وفيها دايرة متظللة دي اللي هي ايه؟ جلوب فالف. الأربعة دي اكسبانشن جوينت، اكسبانشن جوينت الرسمة بتاعتها تاني مستطيل، بعدين خط يمين وخط ايه؟ شمال، واحنا قلنا الوظيفة بتاعتها ايه؟ خمسة دي تي اللي هو ده، ستة ده سيفتي، يعني هو حاطه المفروض في الجزء ده عشان لو البريشر زاد أو حاجة ما يحصلش كسر. سبعة ده إلبو بس من نوع ايه؟ اللي هو 90. تمانية ده نوع تاني من انواع الفالفز اللي احنا قلنا جيت فالف. بعدين عندنا ركز كده في يعني عندنا تسعه ده بلاج برضو زي حاجه كده بطبق بيها الخط في الاخر عشان ما يهربش يعني. 10 ده كروس اللي هو علامه الاكس، يعني زي علامه الاكس كده. 10 دي اللي هو يعني المفروض احنا داخلين ده الكروس بتاعت 10 اللي هو في الجزء ده. عندنا 11 ده ريديوسر اللي هو الجزء ده، 10 قلنا كروس ريديوسر، بس الريديوسر فيه منه نوعين، قلنا اكسنتريك اللي هو متماثل يعني مثلث كده عادي متماثل، وفي الاكسنتريك الكونسنتريك اللي هو بيبقى مثلث متماثل. اكسنتريك بيبقى مثلث بس قائم من سوا. 12 دي يونيون، فاحنا نبص على الحاجات دي. 14 قلنا لاترال، دي كده مثال او الجزء ده ازاي بيجي في الامتحان. حد عنده مشكلة في الجزء ده؟ طيب احنا قلنا الفالف ده وظيفته ايه؟ يا اما بيوقف الفلو خالص، يا اما بفتح، يا اما بينظم، يا اما بيعمل سيفتي للخط الموجود عندي. يعني الحاجات دي مش مهمة بالنسبة لنا يعني. شباب حد عنده سؤال في الجزء اللي فات؟ طيب حضرتك لما تشتغل مهندس، يعني دي حاجات كده 3 دي، لما تشتغل مهندس ان شاء الله هتشوف رسمه زي دي. دي بنقول عليها ايه؟ تاني انت رحت في مصنع تاني، احنا واحنا بنشتغل يا اما بتشتغل مهندس مشروعات. يعني ايه مهندس مشروعات؟ يعني الشركه بتاعت الديزاين عملت ديزاين، وبعد ما عملت ديزاين رسمته على الاوتوكاد على السوليد ووركس. حضرتك وظيفتك بتمسك اللوح دي وتنفذها. عشان تنفذ حاجه زي دي، لوحه زي دي هتعمل ايه بقى؟ بيديك حاجه اسمها بلان. يعني بيديك الرسمه من فوق بلان. خلاص. طب بلان مبين كل التفاصيل خلاص بيكتفي بيه. طيب في حته طالعه وحته نازله ومش عارف ايه، في تفصيله معينه مش هينفع تبان بالبلان بس. بيدينا رسمه تانية اسمها ايزو، اللي هو الايزومتريك، يعني اكنك شايف حاجه في الحقيقه، تمام؟ فدي رسمه تانية او لوحه تانية. وبيدينا حاجه اسمها بي اند اي دي، تمام؟ اللي هو فيه بقى كل الاجهزه والدايجرام ده تاني. طيب ناخد كده فيديو بسيط عن ازاي بنقرا الايزومتريك. دي اهم حاجه بتقابلنا في الشغل. يعني لو انا بصيت، انت معاك فني وبيبقى فاهم كويس جدا، بس الفني مش بيعرف يقرا اللوحه دي، يعني لو بص فيها ما يعرفش الكلام اللي مكتوب ده عباره عن ايه ويطلع الداتا. فاحنا ده كده بنقول عليه الايزومتريك. طيب في الاول بس كده، ده الرسمه ايه؟ اكن دي رسمه قدامك. الرسمة بتلاقيه حامل لك خط كده، ودي مهمة جدا بالنسبة للمهندسين، ويكتب لك جنبها ان، يعني ده النورث الشمالي، عشان تبتدي تحدد
انت رايح تنفذ الكلام ده هتنفذه فين بالظبط في الموقع؟ يقول لك انت مايل زاويه كام منه. فاحنا لو بصينا كده مثلا الرسمه دي في كل جزء هنا مثلا ده بنسميه الريديوسر اللي هو كونسنتريك، هنا ده قلبه كام؟ 90. مش هتلاقي قلب واحد، ممكن تلاقي في الايزو الواحد الايزومتريك الواحد اكتر من ايه؟ من قلب. تلاقي في الاخر كده في اليقم اليمين هنا حاطط لي زي تيبل بيلخص، يقول لك انا عندي مثلا 4 قلبه 90، عندي 5 تي، عندي قلبه 45. خد بالك بقى اس دي ال دي هم في الشغل يعني او في المصنع بيقولوا على سبوله، السبوله اللي هي يعني احنا لو مسكنا الرسمه دي كلها في 1 2 3 4 يعني ادي جزء الاول لحد ما وصل القلب ده الجزء ده، بعدين دخل على الجزء الثاني يعني الخط ده والخط ده اول سبوله، الخط ده والخط ده السبوله الثانيه، ده الثالثه لحد الفالف، وبعد الفالف في جزء ثاني. فاحنا لو بصينا كده مثلا ده الشكل بتاعنا او الشكل بتاعنا في 3 دي يعني، فهتلاقي هنا مثلا ده التي هو شاور عليها دي، عدد الجوينتس اللي احنا بنتكلم عليه ده اللي يهمنا بقى الباي فيتنج، هنا مثلا ده الريديوسر وده المفروض الجزء اللي في الاخر توب بي، ده فولف تمام، والاثنين انش والواحد انش اللي بيتكلم عليها دي على حسب الايه الديامتر اللي عندنا ايه. اس بي ال دي هتلاقيها مشهوره قوي في يعني الناس اللي هي الفنيين بتشتغل يقول لك دي سبول اللي هو جزء من الرسمه يعني. في ده التي اللي فوق ده اللاين بتاعنا او خط عادي، دي قلبه 1 2 3 4 هو كده كده هتلاقيه معاه تيبل بيلخص لك كل الحاجات دي في الايزومتريك. دي من الفلانج اللي احنا بنحطها عندنا فالف واحد ده فالف تاني او صغيرين ان ايكوال، لانه في ساعات بيبقى التي ده في ثلاثه جوينتس او ثلاث اجزاء كلهم نفس القطر، لو قال لي ان ايكوال يعني ممكن تلاقي فيهم اثنين نفس قطر وواحد ثاني من قطر مختلف. في الاخر بيحط لي كل التفاصيل دي في اللوحه من اليمين، يقول لي البايب الفيتنج بتاعتنا البلانج التي عدد كل واحد. تاني بس الفلانج عشان لو حد ما خدش باله هنا، شايفين دي كده يعني اي قلبه اي قلبه زي ده بيبقى فيه من هنا فلانج من هنا ايه فلانج، فلانج اللي هي الدايره دي الدايره الكبيره دي وفيها فتحات بتاعه المسامير. ليه بقى؟ عشان الفلانج دي او القلب ده قصدي المفروض هيتربط في ماسوره هنا ايه، فالمفروض البايب دي هي كمان في اخرها هيتحط فلانج عشان يجيب مسامير ويربط الاثنين دول في بعض. فانا لما باجي اجمع اي اتنين مع بعض سواء تي يعني مثلا التي دي برضو هنا في فلانج 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 ده في لما يجي يحط الرمز بتاعه بيحط الشرطه دي يعني الشرطه الرأسيه وبعد كده التي تمام، فدي كلها فلانج
بتبقى موجود عندنا في برضه الرسمه، بيدعي لي يحط، يقول لي حط الايه، يديني السامبل ويقول لي اكتب الاسم ده عباره عن ايه او الجزء ده عباره عن ايه. حد عنده سؤال شباب؟ الجزء ده فيه مشكله. تاني، لو جينا قلنا اي مصنع بتشوفه مكون من بايبس او تيوبس، مصير يعني، وبعدين في مجموعه من البايب فيتنج بقى اللي هو عباره عن الالبو، التي، الفلانج، الفالف، والفالف ده ليه انواع كتير على حسب التطبيق اللي عنده. انت برضو كمهندس لازم تعرف الكلام ده. احنا بناخد اصلا اوتوكاد، ده بنعمل بيه ده السوفت وير، يعني نعمل موديلنج تمام وديزاين. يعني ايه موديلنج؟ يعني رسم. يعني قبل ما ننفذ اللوحه دي عملنا ديزاين، يعني حسبنا المفروض القطر هنا اللي يشيل الفلو او البريشر اللي انت عايزه، زي مثلا قطره 6 انش تمام، والبايب فيتنج كلها. المفروض ان احنا بنمسك نستخدم الاوتوكاد ده عشان نرسم الرسومات دي كلها، فده بنقول عليه موديلنج يعني. فاحنا عندنا الاوتوكاد بتاعنا في 2 دي بلان وال 3 دي ايزومتريك، وفي السوليد موديلنج، يعني لو انا عايز ارسم بالسوليد. في سوفت وير بنقول عليه، او سوفت ويرز بنقول عليها بارامتريك. يعني ايه بارامتريك تاني؟ يمكن انا عرفتها في اول محاضره بس بعض الناس نسيت. انا بس بديك الفرق بين البرامج وبعضها. الاوتوكاد عشان نرسم اي رسمه تاني بنعمل ايه؟ بنديله بدايه الخط. لو نرسم لاين بقول له بدايه الخط اهوت، بعدين طوله 100 مللي والاند اهي، صح؟ طيب السوليد ووركس، الريفت، الانفنتور، الحاجات دي كلها برسم الرسمه كلها وبعدين بحط الدايمنشنز في الاخر. طيب بعد ما حطيت الابعاد كلها وكان في بعد غلط تمام، يديك الفرصه ان انت تغير الخط ده، وبالتالي هو اوتوماتيك يعمل ابديت للرسمه كلها. انما اوتوكاد لو جيت غيرت بعد ما خلصت كل حاجه ممكن تلاقي الدنيا كلها باظت يعني. فده الفرق يعني ايه معنى كلمه بارامتريك. طبعا احنا عندنا السوليد ووركس هو اشهرهم يعني. طيب ندخل في اللوحه بتاعت الاسبوع الجاي، وده اللي بالنسبه لكم المفروض مهم. يعني احنا هناخد يعني تطبيق على المحاضره حاجه اسمها نون ريتيرن ايه فالف، او الاسم الثاني بتاعه تشيك ايه فالف. يعني خلينا يعني نتخيل برضو ازاي الفلو بيسمح ان هو يعني، او في فالف بيسمح ان الفلو يتحرك في اتجاه واتجاه تاني. لا يعني بيعملها ازاي دي؟ ده الفلو يعني شكله في الحقيقه بيبقى عامل الفالف، بيبقى عامل الشكل بتاعه يعني كده اهي، ده التجميع بتاعه. احنا مش عايزين ندخل، طبعا هو بيتوصل مع تيوب، دي الفلانج اللي قلنا عليها ودي المسامير هنا وهنا اهي. فلو بيعدي كده فبيلاقي حاجه كده بيرفعها. طيب افرض قرر يرجع يعمل باك فلو ويرجع، هيقفل عليه. فده بس اللي عايز اوصله لك. طبعا الشكل ده مش ستاندرد، في اشكال كتير بعمل بقى الفالف من جوه زي ما احنا هنشوف دلوقتي. خلينا نبص بصه سريعه على اللوحه وبعدين نرجع. طيب شباب احنا هناخد بس كده ايه، نتخيل قبل ما ندخل على الرسمه، مع ان دي كده مش الرسمه بتاعتنا بالظبط. اللي قدامنا ده بيبقى البادي من بره ايه تمام، ده الشكل بتاعه. ده يبقى الفلانج دي اللي احنا بنقول عليها متصله بتيوب، وفلانج ثانيه متصله بتيوب. كده عملنا سيكشن فيه، يعني احنا لو جينا كده بصينا ده سيكشن ايه؟ Elevation. فبالتالي لو انا قلت لك تخيل انا هشر ايه؟ كل الميتال ده هيحصل له ايه؟ هشر. وعلى فكره لما بنقل من جزء لجزء هنا مثلا قطر القطر هيبان ده ايه؟ خط ايه؟ فده كده اول بارت. يعني احنا هناخد الجزء جزء الاول، وبعدين لما نعمل اسمبلي ايه اللي هيبان عندنا ايه؟ لما نركب دول على بعض. دي حاجه بنسميها فالف سيت، يعني الفالف نفسه اللي هيطلع وينزل عشان يسمح بمرور الفلويد او لا،
بيبقى متثبت على حاجه اسمها فالف ايه؟ سيت. ده لو احنا بصينا من الاليفيشن او البلان، ده الفالف نفسه اللي هو هيسمح بان الفلو يمر او لا اتجاه واحد. ده شكل من الاشكال بتاعته. طبعا لو انا باصص كده من الاليفيشن ده كده سيكشن، بس احنا الجسم زي ده مش هنقطع فيه اصلا. عارفين ليه؟ مفيهوش فتحات، بالعكس انا لو قطعت فيه الديتيلز اللي بره دي مش هتبان. بص لو انا مريت كده، لو بصيت كده وشفت الاليفيشن قدامي، هشوف ايه قدامي؟ هشوف الخطين دول ورا منه المستطيل ده، وبعدين الدايره دي هتبان عندي مستطيل، وبعدين المستطيل اللي هو فوق. البلان بتاعه لو انا بص دايره ودايره خلاص، دي اللي هو لو طالع شويه هتبان مستطيل صغير كده بره. طيب ده الفالف ستوب فوق اللي هو عن طريق الطول بتاعه بظبط الفالف ده يطلع مسافه لفوق قد ايه او يقف عند مسافه قد ايه. يعني ده فيه كفر فوق طبعا، الكفر ده في ساعات بيتعمل بمسامير زي كده او الوز. يعني انا لو عملت الوز هيرم فيه من جوه والوز في الفالف بادي نفسه، ممكن اربط بالوز دي. دي برده في الاليفيشن هتبان مستطيل، انما البلان هتبان دايره. دي كده الالوز، دي البولس بوشر، يعني مش هندخل في التفاصيل دي. ده هو بعد ما عملنا اسامبلي من فوق، ده الكفر فوق تمام، في فالف ستوب جوه اللي هو ده صمير، دي مش مشكله. ده الفالف نفسه بيبقى متركب على حاجه اسمها فالف سيت تحت تمام. الفلويد او الفلو بيعدي كده، يعدي كده من تحت تحت لفوق، البريشر بتاعه بيقدر يشيل الفالف ده لفوق. كل ما الفالف يزيد او البريشر يزيد يرفعه لفوق مسافه اكبر ويتحرك كده. يعني ده الانلت وده مين؟ اوت. ملناش ستاندرد شيب للنون ريتيرن فالف، ليه كذا شكل هنشوف دلوقتي. احنا عندنا ثلاث رسومات كلهم نون ريتيرن فالف. عملت سيرش ودخلت في ريفرنس ممكن تلاقي رسمه بشكل ثاني. المهم انا حاطط حاجه اسمها فالف، الفالف دي بيتحرك في اتجاه، جيت تتحرك العكس هيقفل. ده التصميم بتاعه. فده انا عندي الفالف اللي جوه ده، لو الفلو من جوه عدى كده من تحت لفوق هيحركه لفوق، فالفلو دي عدي من جنبه هنا وهنا، جه يحرك العكس هيقفل عليه. زي ما شفنا كده كان في شكل تاني. ده كده بنطبق الجزء اللي فوق ده. طبعا هنا لو جينا بصينا في الاليفيشن هنشوف شكل اهو اليفيشن لوحده يعني. لو انا بص كده من هنا هنشوف ايه؟ مستطيل 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 مستطيل، كلها مستطيلات صح؟ والفلانج دي هتبان مستطيل برضه. لو بصينا من بلان فوق هتبان كلها ايه؟ دوائر، دايره ودايره ومستطيل، والفلانج ده مستطيل تاني. سايد فيو طبعا انت لما تقطع ركز بس كده في لما نيجي نقطع احنا بنعمل في الاخر بنعمل اسامبلي، يعني نعمل سيكشن في الاسمبلي مش في البارتس. هتلاحظوا البارتس بتبقى بالتفاصيل بتاعتها، لو خط هيدن بيتحط هيدن، فانما في الاسمبلي بنرسم بنعمل سيكشن. فاحنا لو شكل زي ده ده كده السكشن اليفيشن تمام، بس الجزء اللي جوه ده تاني مش بنقطع فيه ولا بنهشر فيه تمام، انما الباقي كله بيتقطع فيه عشان كله فيه فتحات نبين التفاصيل اللي جوه. طيب هنا لما نيجي نبص هنلاقي خط، يعني ده كيرف تمام، فالاسقاط بتاعه هيبان عندي ايه؟ خط اللي هو نهايه النهايه بتاعه الجزء الافقي ده. ده كده السكشن اليفيشن. ده طبعا البلان او التغيير. لو احنا بس السايد فيو ده البلان، ده السايد فيو. لو انا باصص كده في السايد فيو طب ما فيهوش سيكشن هنشوف ايه؟ دايره ودايره ثانيه، والدايره بتاعت الهولز دي في ثلاث دوائر.
جوه بقى لو احنا ما عملناش سيكشن هنشوف جزء من الفالف على حسب هو كان فين البوزيشن بتاعه، تحت ولا فوق. فوق ده هيبان مستطيل، وده مستطيل تاني، وهنا هيبان مستطيل، وده مستطيل. طبعا في مشكله لو عملنا سيكشن هاف سيكشن مثلا، فالجزء اللي هنقطع فيه هيبان لي التفاصيل بتاعت الفالف من جوه. طيب يمكن دي الرسمه الاصعب فيهم، احنا عندنا رسمتين. طيب ركز عشان بنرجع برضو نسال في نفس الايه الكلام ده تاني. اللي فوق ده اول بارت اسمه ايه؟ شباب مع بعض ده اسمه ايه؟ بودي. ده سيكشن اليفيشن، وده مين؟ السايد فيو بتاعه من غير سيكشن. طيب ركز كده مع بعض، هو دي معناه ايه؟ لما نيجي هنا كده ونكتب لك ام 65 في 2 معناه ان في الاوز، في الاوز تمام، ودي الالوز اللي عنده. طيب هنا من بره لما نيجي نكتب الديستنس بتوين فلاتس 75، ده معناه ان احنا في شكل سداسي. لا عارفين لما كنا بنرسم السداسي بنيجي نرسم دايره بعد كده نعمل السداسي حواليها بالظبط، احنا هنرسم بقى الدايره دي هيبقى قطرها 75. هنرسمها دلوقتي مع بعض ونشوف التفاصيل بتاعتها. طيب احنا بس بسرعه كده تعالى نبص على الدوائر. الدايره دي كده كام؟ 65. انا متخيل ان انا برسم معاكم 2 دي دلوقتي، فنشوف احنا بنستنتج اصلا الابعاد اللي ناقصه ازاي. ده من جوه 65. طب الدايره اللي بره دي عشان اشوف الثيكنس ده اجيبها منين؟ هو مديني سايد فيو، اكيد مش مديهولي عشان نتفرج عليه بس، لا نبص ونشوف الحاجات اللي ناقصه. هو ده بكام؟ يبقى ده من بره 92، من جوه 65، اطرح 92 من 65 واقسم على الاثنين، جبنا السيكنس ده وده. انزل تحت شويه، ده من جوه كام؟ 88، من بره اللي هي دي 100 وكام؟ 12. عشان اجيب السيكنس ده نفس الكلام، 112 ناقص 88 واقسم على الاثنين عشان دي ديامتر مش ريديس. بعدين تحت هنا مثلا تعالى ننزل في شويه لتحت هنا، ده كام؟ 92 اللي هو من بره، انما تفاصيل بتاعته بقى من جوه ده طبعا مديني 65. فانا لو عايز اجيب الالوز من جوه دي ستاندرد اقدر ايه اجيبها، يعني هو مديني الديامتر ده من بره. طيب من هنا قلت لك عشان ترسم دي هتعمل ايه؟ ترسم دايره قطرها 75، نرسمها دلوقتي مع بعض. في راسم سداسي بره منها، يعني المسافه دي هي ال 75 اللي هي دي، انما دي تبقى 75. لو انا عايز احسبها ليها ايكويشن اصلا، لو ضربت 75 في 2 وقسمت على 1 75 تقدر تجيبها، انما احنا ممكن نرسمها ونجيبها من الايه؟ من الرسم. في مشكله في الابعاد دي، دي من جوه 50، طب من بره اجيبه ازاي؟ المسافه دي كام؟ طيب ده كده كام؟ 76. الدايره الكبيره قوي اللي بره كام؟ 80 اللي هي دي. دي 80 بعدين دي 75. طب الخطين بتوع الالوز بجيبهم ازاي؟ قايل لي 76 في 2 فدي البيتش، وممكن يعني اعتبر ان دي البيتش فادخل لجوه 2 من هنا و2 من هنا جبنا الدايمتر الثاني. ممكن نضرب في بوينت 75 من 100 عشان نجيب الدي انر بتاع الالوز. طيب ده اول بس بارت بنبص عليه، وده اسمه بادي او الفالف نفسه. ده كله مصمت زي ما احنا شفنا الشكل بتاعه في ال 3 دي عامل ازاي. الخطين دول اللي هم 4 مللي دول بتوع ايه؟ اي ده معناه ايه؟ افهم ايه؟ ده مستطيل خلاص. الاثنين دول معناهم ايه؟ الفالف نفسه البيس بتاعته من تحت زي ما احنا شفنا اللي هي الكروس دي، فالثيكنس بتاع الكروس ده 4. طيب لما نيجي نبص ده دي الفاي بتاعته ب 12 مللي في طول 25، بعدين ده الجزء اللي عندي. وده من هنا 50، الديامتر بتاع ده مش عندي، ده المسافه بين الخط ده وده مش عندي، يعني ده كده 12 العرض بتاعه، ده العرض بتاعه 50. ال 50 دي هندخل من هنا 2 ومن هنا 2 قدرت اجيب اللي هنا. طب ده اجيبه ازاي؟ طالما مش جيفن في الاليفيشن اجيبه منين؟ بلان. لو انا بصيت في البلان هتلاقي الدايره دي كام؟ 60. في هنا تريك خد بالك وانت بترسم، ركز كده معايا. الخط ده مايل زاويه كام؟ 45، وده مايل مع الافق كام؟ 30. الطول ده اللي هو الدايره دي اللي في النص، ركز كده معايا، اللي هو قطرها 60، الارتفاع بتاعه برضه مش عندي. حد يقول لي كده ازاي؟ الارتفاع ده
بقول لك تاني عشان ما نرجعش نسال في السكشن، لان يعني الرسمتين فيهم نفس الرسمه بتاعت الفولت دي. الطول ده اجيبه ازاي؟ طيب لو احنا بدانا رسم من تحت هنقدر نرسم كل حاجه. يبقى انا هبتدي من تحت ال 50 بتاعتي، اتحرك 25 المايل ده واطلع ال 24 دي، وبعدين اطلع هنا المسافات دي كلها عندي، ارسم مايل 45 طويل مش عارف اخو فين. في مشكله؟ وقفت. وقفت ليه؟ لان انا عارف ان ده على بعد 30 يمين بس مش عارف قد ايه. يعني انا هرسم ده هاجي من هنا واخد اوفست على بعد 30، واجي من فوق بقى تاني الرسمه وقفت معايا من تحت، اعمل ايه؟ اطلع من فوق اتحرك كده 6 مللي، انزل 25، بعدين اخد الميل بتاعي مع الافق 30 ومد. ايه اللي هيحصل؟ في ثلاث خطوط تقاطع مع بعض هيبينوا لي بدايه ونهايه الخط ده، الميل اللي فوق والميل اللي ايه؟ تحت، والراسي اللي انا واخده موازي للخط ده على بعد 30. الكلام ده فيه مشكله؟ ده كده الرسمه بتاعت الفولف، ده الجزء الثاني، ده اسمه كفر. ما فيهوش اي حاجه هنا، ايه اللي حتى ده ام 65 في 2، هتلاقي نفس الام 65 في 2 اللي هنا. ده جاسكت، دي جاسكت ثانيه، ده نوت، دي بايب اند، ده فولف. طيب لو احنا صغرنا بس عشان نشوف كل البارس، اعمل اسمبلي ازاي؟ طيب اعمل اسمبلي ازاي؟ اللي ماسك موبايل بعد اذنك شيل الموبايل في جيبك. اول حاجه هناخد الفالف ده سيت، نحط فيه الفالف. هتلاقي من جوه هنا مايل زي 45. هنمسك بدايه ال 45 دي، في 45 هنا اهو. بدايه ال 45 احطها على بدايه ال 45 اللي هنا. ده الخط اللي مايل ده من جوه ده 45 اهو. ما هو احنا هناخد بدايه ال 45 نحطها على بدايه ال 45. طيب في مشكله؟ طيب بعدين ناخد الاثنين دول نحطهم هنا في الجزء ده. يعني القطر ده او المسافه دي 58، هنلاقيها هي اللي هي المسافه بتاعت دي من فوق، يعني 58 اللي هي دي 58 هتركب على 58. في مشكله كده؟ طيب ده كفر، الاسم بتاع الكفر ده اكيد هيركب فين؟ فوق هنا. بس خد بالك من حاجه، هنا في ده الانلت بتاع الفلوت وده الاوتلت، يعني بيدخل من هنا يطلع من هنا، بيبقى بضغط. انتوا عارفين لما يبقى حاجه كده، يعني مثلا الانبوبه بنحط لما بنيجي نربط عشان ما يسربش، ما يبقاش فيه ليكج، بنيجي قبلها نحط ايه؟ حاجه اسمها جاسكت، اللي هي الجلب الصغيره دي. فانا عندي هنا دي هاكس، يعني سداسي، ديستنس بتوين فلات 70، ده معناه ايه؟ معناه ان ده سداسي عشان ارسمه هرسم دايرة 70 وارسم السداسي بره. طيب دي هتتحط فين؟ ده هيتشال كده ويتحط فين؟ فوق هنا. بس فوق منها هنحط الجاسكت دي. يعني دي يعني الساكنس بتاعها 2 مللي هيدخل في 2 مللي اللي هي الفراغ دي. طيب في عندنا هنا حاجة اسمها بايب انت وجاسكت ونوت. البايب دي هتركب فين؟ هناخد البايب دي نحطها في النوت دي كده، هتدخل من اليمين لان القطر ده كده 70، القطر ده كده من بره 56، من جوه 50. هناخد ده نحطه فين؟ في النوت، ونمسك ده كله قدامه الجاسكت نحطه هنا. هتبان اكتر في ال 3 دي بتاع الرسمه. طيب مش عارف انتوا كده دي انا اخدها الرسمه الثانيه، دي الرسمه بتاعتنا. شايف ده السكشن ايه؟ اليفيشن. بس هتلاحظ ان الفالف ده ما قطعناش فيه، ليه؟ مفيش تفاصيل. طيب تاني، ده كده البادي نفسه، وده الفالف، ده في ست هنا، وده فوق اللي هي اللي قلنا عليه الكفر،
دي البايب تاني اهو. البايب هنركبها ازاي؟ دي بايب، دي بنقول عليها فلانج. الجاسكت بتبقى قدامها هنا في المكان ده، هنا يعني لو بصيت هنلاقي يعني احنا ركبنا ده ازاي؟ خدنا النوت ركبناها على البايب دي، وبعدين مسكنا الاثنين دول مع بعض قدامهم الجاسكت ومسكنا ربطنا. طبعا هنا في الوز على الوز، الاثنين دول في الوز خارجي على الجزء ده من بره الايه؟ هنا في الجزء اللي في الاخر. انت قصدك ده؟ ايوه ماشي، عشان انا اقدر اركب الفلانج بتاعت ما احنا بندخله ازاي؟ بندخله من الاتجاه ده، بندخله من اليمين مش من الشمال، لان لو دخل من الشمال اصلا مش هيدخل. لو انت بصيت كده ينفع يدخل من اليمين بس. طيب شباب، حد عنده سؤال في الجزء ده؟ ده في مشكله؟ طيب الرسمه بتاعتي بعد الاسمبلي دي الرسمه. سكشن اليفيشن، طبعا الفالف بس اللي مش هتهشر فيه، الباقي كله هيتهشر فيه. التيوب دي هناخد فيها زي بارشل كده عشان المفروض ما نهشرش فيها اصلا. طيب ده الهاف سكشن سايد فيو زي ما احنا شفنا في 3 دي من شويه، يعني الرسمه دي. لو احنا بصينا كده من الجنب باصص من السايد فيو، فالجزء اللي ما فيهوش سيكشن الصاموله دي هتبان، يعني هيبان سداسي. ودي تيوب، دايرتين بتوع تيوب، بعدين الشكل السداسي ده، بعدين ده كله مستطيلات. طيب لو جينا بصينا فوق من البلان، الشكل السداسي ده كامل، الدايرة دي، الدايرة دي، الدايرة اللي تحتها، الدايرة الأكبر شوية، وده هيبان مستطيلات. في مشكلة في الكلام ده؟ الكلام ده فيه مشكلة؟ طيب حد عنده سؤال في الجزء ده؟ شايف الجزء ده فيه مشكلة؟ عشان احنا هناخد دلوقتي الرسمة الثانية، يعني شبهها يمكن دي اسهل شويه. يعني قبل ما نشوف ال 3 دي بتاعها، ده كده البادي. طب هنا البادي، البادي بالشكل ده الفلو هيدخل منين ويطلع منين؟ هيطلع، هيدخل من اليمين يطلع من الشمال او العكس يعني. او انا عندي ثلاث فتحات، يعني انا هتلاقي دايما الفالف عندك فيه ثلاث فتحات، الان والاوت، واحده على كفر من فوق. طب هو عامل ليه كفر؟ ولا عشان لو عايز يصين يركب يجمع، فبيبقى من خلال، لان هنا بص الان ده هيركب عليه تيوب او ماسوره، والاوت هيبقى عليه ماسوره بفلانج، يعني دي كده الحته دي بنسميها فلانج ودي فلانج. افرض انا عايز ادخل اصين جزء اتكسر، جزء عايز يتعمل فيه حاجه، اعمل ايه؟ اشيل البايب دي كلها ولا بيبقى فيه هنا اللي هو الكفر ده، اجي فكه وعامل الصيانه بتاعته. الاسمبلي بتاع ده هيبقى عامل ازاي؟ شايف عندنا فوق البادي، هنا في الفالف، هنا ايه؟ فالف سيت، وده ايه؟ كفر. لكن ده ما فيهوش اي تفاصيل، يعني حاجات الاساسيه. هنعمل ايه؟ الفالف ده في الفالف سيت، هاخد الاثنين دول اركبهم فين؟ هنا، والكفر فوق بس. هنا لا في تيوب ولا في جاسكت ولا في اي حاجه. طيب هنشوف الشكل بتاعنا في ال 3 دي هيبين الجزء ده هنا بس. واحنا بنرسم في ال 2 دي هيبقى قابلنا مشكله، ركز مع بعض. شايفين هنا ده كده سيكشن، سيكشن سايد فيو، ده سيكشن مين؟ طيب هو ايه اللي من السنتر ده لحد هنا الريديوس ده كام؟ 180. حد يبص كده ويقول لي من السنتر ده هطلع مسافه قد ايه؟ ماشي، انا عرفت الريديوس، ما انا عشان ارسم اي دايره محتاج السنتر ده فين والريديوس بكام. هو قال لي الريديوس 180، اجيب السنتر ده مكانه فين ازاي؟ اعرفه ازاي؟ طيب هو مش ده السايد فيو بتاع ده؟ هو الراجل لما جه قطع من النص هنا وبص شاف الدوائر دي،
حد يقول لي الثلاث دوائر دول بتوعي. انا قطعت هنا من النص، النص ده ورميته وجيت باص، شفت ايه؟ شفت ثلاث دوائر. اللي هم ايه بقى الثلاث دوائر دول؟ الدايره اللي جوه اللي هو مشاور عليها وقايل لي 108 اللي هي دي، والدايره الاكبر منها ب 10 مللي اللي هي دي. طب واللي تحت مش متقشره اللي هي مين؟ بتاعت فلانج اللي بره اللي هي 126 اللي هي دي، عشان دي نازله تحت شويه. في مشكله؟ معنى كده ان من السنتر لهنا دي 49 زي ما هو قايل لي في السايد فيو، صح؟ يعني المسافه من النقطه دي لتحت من هنا لهنا 49. اقدر اجيب المسافه دي ولا لا؟ يبقى ازاي بقى؟ يبقى 108 ناقص 49. انا بقول لكم ازاي يبقى في بعد ناقص تاني. السايد فيو او لما بيديك ثلاث مساقط لرسمه او مساقطين، مش عارف، مش هو مش بيدالك عشان يعني هو بيدالك بس عشان في تفصيل تاني هتبان فيه، زي ما بان هنا مثلا. خدنا 49 ناقص ال 108 او ال 108 ناقص 49، قدرنا نحدد المسافه دي. وطبعا الجسم متماثل، يعني زي ما رسمنا الكيرف اللي تحت ده نرسم الكيرف اللي ايه؟ اللي فوق. يعني احنا هنرسم الجزء ده من المكان ده، رسمنا الدايره 108 اوفست ليها لبره 10، رسمنا دي. خد بقى حوالين السنتر لاين ده الخطين او الدايرتين دول اللي فوق، هم هي الدايره دي والدايره دي، لان برده نفس المعلومات هتبقى ناقصه فوق. في مشكله في الجزء ده؟ هنا برده لو بصيت من بره 92، اللي جوه باين هنا 6 وكام؟ 60. هنا اللي جوه 56، اللي بره اجيبه منين؟ من هنا. هي كام؟ 26. الرسمه بتاعت الفالف دي بنفس الطريقه، هنرسم جزء من فوق لحد المايل وجزء من تحت لحد المايل، وبعدين اخد اوفست من ده لبره اللي هو المسافه اللي هي 30 متر. رسم دي زي الثانيه بالظبط. الكفر برده ما فيهوش اي حاجه. رسمه بتاعه ده في ال 3 دي. ده الاسمبلي تاني، محدش خد باله. ده البادي نفسه اللي تحت الفالف ده اسمه ايه؟ فالف سيت. عارف يعني ايه فالف سيت؟ هو الفالف ده هيبقى ثابت ولا بيتحرك؟ تاني، الفالف ده فيه فلويد جاي كده. تاني ركز معايا، فلو داخل كده كده طبعا، داخل وليه بريشر يعني ليه ضغط. الضغط ده والبريشر ده في الفوق في الاريا دي بتديني فورس. فورس دي هتعمل ايه في ده؟ يطلع ساعات يحط لي حاجه اسمها فالف ستوب عشان اوقفه فوق، ساعات يعمل جروف او تجويف داخل الكفر زي ما احنا عاملين في الرسمه دي. يعني ده مسموح له يتحرك زي مثلا المسافه دي 10 مللي، بعد ال 10 مللي يقف، يعني دي اخر الفتحه تحت. يبقى انا الفلوت كل ما البريشر بتاعي بيزيد اللي بيحصل في ده؟ فتحه تزيد اكتر. عشان كده ده مختلف عن الجيت فالف اللي احنا قلنا عليه، لان الجيت فالف اون اوف. لما اجي اعمل مثلا صيانه فعايز اعزل او افصل جزء فبيقفل تماما، انما ده اسمه دايركشن كنترول فالف، يعني بيكونترول الدايركشن بتاع الفلو وكمان كميه الفلو. يعني البريشر يزيد قوي تلاقي ده طلع لفوق مسافه كبيره، البريشر بدا يهدي يهدي تلاقي دي حصل فيها ايه؟ ينزل. طيب انا عندي الفالف ده عمال يطلع وينزل يطلع وينزل، فممكن يعمل لي مثلا وير او تاكل في الفالف بادي نفسه اللي هو الجسم الكبير الغالي، فبيعمل له حاجه اسمها ايه؟ فالف سيت اللي هو القاعده بتاعته، بحيث لو حصل مشكله نتيجه الطلوع والنزول عمال يخبط عليه يخبط، لو حصل كسر الحته دي بسيطه قوي خلاص هنغيرها. فاهمين قصدي؟ ليه اصلا بيحط البارت ده؟ عشان الكلام ده، ما هو ده اصلا الفالف سيت هيبقى ثابت، انما اللي بيتحرك وطالع نازل مين؟ الفالف ده. فلويد كده يدخل كده يطلع كده، طب حب يرجع بقى. فلو حب يرجع كده. ايه؟ زي انت يعني انا اقصد ان هو اللي بيشيل الهب سيان، حتى لو اتحرك مع البادي نفسه في الاخر اللي هيشيل الخبط ده نفسه هو بيبقى المفروض. يعني انا عامل الجزء المايل ده، ده بيبقى داخل زي شحط يعني في الجسم نفسه، اللي بيتحرك المفروض الفالف بس. طيب سكشن اليفيشن كده في مشكله؟ كل اللي باللون الاخضر ده هيتهشر ما عدا الفالف اللي في النص. طبعا ده هيتهشر معانا، الفالف سيت ده كمان هيتهشر، انما ده مش هيتهشر. هنا المفروض ان النط ما بتهشرش، وده اللي اتفقنا عليه من اول ترم، صح؟ ولكن خد بالك من حاجه، هنا مش في جروف، يعني دي مش ستاندرد نط،
نقعد فيها تفاصيل زياده. فبنعمل ايه في الحاله اللي زي دي؟ بنعمل بارشل هنا حوالين الجروفز دي عشان نقدر نبين لك التفصيل دي ونهشر فيها. طيب لو جينا كده قلنا تعالى نشوف نتخيل البلان والسايد فيو هيبقوا عاملين ازاي. نعم اه كل زاويه مختلفه او سكيل مختلف. يعني انا في اربعه بارتس فعملت بارت واحد زاويه 0 واحد زاويه 90، الثالث والرابع عامل فيهم ايه؟ ما لازم انجل منهم. هتروح عامل بقى سكيل مختلف، يعني واحد سكيل بتاعه كان في الدايمنشن في الهاتش مثلا 10، الثاني السكيل بتاعه 5، يعني بحيث يبقى فيه باين الفرق. ممكن تغير مثلا لون، يعني تعمل الحاجات دي. لو انا بصيت من السايد فيو ده هو جسم سيمتري، فاحنا قاطعين مش تفرق ان نص الجسم زي النص التاني. لو انا بصيت هنا مثلا شوف ايه الدايره دي، الدايره بتاعت الدواير دي في الفلانج والدايره دي وفوق بالظبط. طيب لو احنا بصينا في البلان من فوق اهو دي كده، عارفين البلان بتاع النط سداسي وجوه منه دايره. طيب وبعدين هنشوف ايه تاني اللي على حسب بقى الدايمنشن. لو دي اكبر اه سنه كده هنشوف الدايره دي والدايره دي. وبعدين الفالف بادي نفسه مستطيل كبير بالعرض كده، انما الفلانج هتبان مستطيل عمودي عليه اللي هو الشكل ده. ده كده سيكشن اليفيشن، وده سيكشن سايد فيو. لما ناخد سيكشن كامل في السايد فيو هيبان عندنا الفالف من الداخل. واحنا قلنا طبعا الثلاث دوائر دول ايه، وليه ما هشرش في اللي بره، ليه ما هشرش في الجزء ده. لما احنا قلنا هنا لو جينا قطعنا كده النص ده كده هنا وبص، هل السكينه اللي قطعت تشوف الدايره دي؟ لا، عشان كده ما هشرش في الجزء ده اللي هي الدايره الثالثه دي. وده كده لو احنا مش واخدين سيكشن، هنشوف الدوائر اللي احنا قلنا عليه، دايره دايره وده المستطيل اللي فوق وده الايه؟ الجزء ده. طيب الخطوط اللي جوه دي اللي هي بتاعت ايه؟ ده يعني انا لو باصص كده الشكل اللي قدامنا، باصص كده مش عامل قطر، باصص من الهول دي اشوف ايه؟ الخط ده، هشوف الخطين دول ده وده تمام. ولو جزء تاني من الفالف برضه عندي باين هنسقطه هنا كده، اللي هي الخطوط اللي انا هشوفها لما اجي ابص من الجنب. بقى اشوف الخطين دول اللي هم مستطيل العادي، واشوف خط فوقيه وخط تحت. فده كده البلان. طب نبص على البلان كده، الرسمه بتاعته جت ازاي؟ فلانج مستطيل، في مشكله؟ في فلانج هنا مستطيل تاني زيه، ودي هو النط دي من فوق سداسي، النط ده من فوق، والدايره اللي اكبر منها شويه تمام. بص ده في مشكله، ده دايره ودي دايره اللي هو الدايره بتاعتنا طبعا من السنتر لبره معروف عندنا اللي هو 49 اللي قلنا عليه. الخط ده بتاعي ده وده اه، التقاطع بتاع الجزء اللي بالعرض اللي هو الستريت لاين تاني، الخط ده التقاطع بتاع الستريت لاين اللي بالعرض مع الكيرف النقطه دي، هو ده الخط اللي عندنا. ما انا عندي ستريت مع كيرف التقاطع بتاعهم هيبقى زي حد، وبان في البلان دلوقتي لما احنا ورينا شفنا البلان ده خلاص معانا. احنا عملناها بس انا عايز اقول لكم الحته بتاعت دي تاني، الجزء ده عشان موجود معانا في الرسومات كلها في الرسمتين وموجود في كل البارس. ده معناه ان ده سداسي. الديستنس بين تو فلاتس بكام؟ خمسة وكام؟ 70. يعني انا المفروض عشان ارسم الجزء ده اجيب دايره او سيركل الريدس بتاعي 75 على 2، بعدين نرسم ايه؟ بس ده هيبقى عدد البوليجون ده هيبقى 6. عايز السنتر بتاعنا هيبقى السنتر بتاع الدايرة تمام. بعد كده المفروض يخيرني انت عايز ده ان ولا اوت، قول له سي. طيب
طبعا ده كده بيتحرك معايا، شايفين كده شباب؟ المفروض ان المسافه اللي بره دي اجيبها بقى بالطريقه دي. طبعا ال 75 تاني، 75 اللي هي دي، المسافه دي هتيجي من الرسم، هي ليها معادله انا حافظها، المفروض تبقى 75 في 2 على 1 75. تمام؟ مش انا عندي دايما السداسي بتاع النط في 3 في اتجاه و2 في اتجاه؟ الثلاثه دول، الثلاثه اللي عندي دول، يعني انا هنا لما يقول لي ال 75 دي فيبقى البعد ده 75، انما البعد الثاني ده هيبقى 75 مضروبه في 2 على 1 75. طبعا جبناها منين؟ من الابعاد بتاعت الرسمه. الكلام ده فيه مشكله؟ تاني الرسمه دي هنرسم البارس دي كلها اهوت، يعني انا لو شلت ده كده المفروض ده هيبقى خط رسمه كده طويل وخط تاني ايه؟ طويل، وبعدين اخد اوفست 30 للسنتر لاين، وبعدين نغير اللاير بتاعته هيطلع لي الخطين دول، عشان دي برضو من الاجزاء اللي الناس بتسال فيها. يعني شايف حد عنده مشكله في الجزء ده؟ انو نط. طيب سامعيني بس، انا اخد الغياب بسرعه عشان بعدين انت هنقعد مع بعض يعني زي ما عايز.